Président, Hassané, président, قاعدتنا إخواني أننا لا نسود واقعا بقدر ما نقدم حلول، ولذلك احنا جينا من الجزائريين في برنامج اسمه فرصة، واخترنا هذه الفرصة، واخترنا هذا العنوان، واخترنا هذا الشعار باش نقولوا للجزائريين. واحد كيقول لواحد يا جماعة وعندك فرصة، واش راه يقول له؟ راه يقول له التفت إلى المستقبل، أي عندك فرصة استغلها، أي عندك فرصة ما تضيعهاش، هاي عندك فرصة تشكل أمل، هاي عندك فرصة رجع بها الثقة، هاي عندك فرصة بشر بها الجزائريين، هاي عندك فرصة خدم بها الجزائريين. ماهوش يقول له أرواحوا نرجعوا للماضي، أرواحوا نرجعوا للتلاوم ونرجعوا للتحمل تاع المسؤوليات. صحيح هناك أخطاء مورست في الخيارات السابقة يتحملوها الناس اللي تبناوها والناس اللي تحملوها، ولكن يا إخواني إحنا برنامجنا برنامج قائم على الأمل، وبرنامج قائم على التفاؤل، وبرنامج قائم على استرجاع الثقة، وبرنامج قائم على الإصلاح، وبرنامج قائم على التغيير، وقائم على التجديد وعلى التطوير. هذا هو برنامجنا. معركتنا في هذه الانتخابات الرئاسية هي معركة تقديم برنامج إلى الشعب الجزائري، هي التنافس على هذا المنصب. المنهج الاقتصادي تاعنا ما هو لا اشتراكي متحكم ولا رأسمالي فتح القوي يأكل الضعيف. منهجنا هو منهج اجتماعي حر يأخذ بالركائز اللي يقوم عليها المجتمع تاعنا: العدالة الاجتماعية، تكافؤ الفرص، الحرية في اكتساب المال والتجارة والاستثمار، الحرية في الممارسة الاقتصادية بالضوابط القانونية. وأيضا يا إخواني برنامجنا يضمن عدالة اجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجزائريين. إخواني أخواتي، هذه توجهاتنا، هذه تعهداتنا من أجل تحقيق الفرصة لكل أبناء وطننا، من أجل الذهاب إلى هذه الانتخابات في ظل أجواء ديمقراطية تعددية تنافسية تسودها الأخلاق وتسودها القيم ويسودها التوجه نحو حماية الوطن والتوجه نحو الدفاع عن الوطن، لأن وطننا يعيش إكراهات في الخارج، من حولنا إكراهات في كل التراب في كل الحدود. لازمنا نتعاون على أن هذه الانتخابات تكون عرس نحميو فيها أصواتنا ونشاركوا فيها بإيجابية ونخليوها محطة يفرح بها كل جزائريين.